ماذا لو كان الفضاء يعج بالحضارات المتقدمة للغاية التي قامت منذ زمن بعيد ببناء تلسكوبات قوية التحمل ومشاهدتنا ليس فقط من بعيد، لكن ترانا كأننا تحت المجهر. في غضون ذلك لا نشاهد أحدا، لكن قريبا سنتوقف عن كوننا نحن الخاسرون، لأن وكالتنا سقط خصصت بالفعل منحة بقيمة مليوني دولار لبناء تلسكوب يمكنه مراقبة الكواكب الخارجية بدقة 25 كيلومترا لكل بيكسل. لذا في هذا الفيديو سوف تكتشف لماذا يمكنك رؤية الثديين بالصدفة من خلال التلسكوبات، ما هي الظواهر الفضائية التي نحتاج إليها بشكل عاجل لفحصها عن كثب، والأهم لماذا تحتاج البشرية إلى تلسكوب بحجم المجموعة الشمسية. في 2022 باستخدام تلسكوب سوبارو الياباني تمكن العلماء من مشاهدة أبعد جسم شوهد من كوكبنا مطلقا، مجرة HD1 التي تقع على بعد 13 مليار سنة ضوئية منا. لكن ها هي صورتها التقطت بالتلسكوب. نعم، حلمة الفضاء هذه هي مجرة بأكملها، كما لو تم التقاطها في الهاتف الأول بكاميرا بدقة 110 بيكسل. للحصول على جودة أفضل تحتاج تلسكوباتنا إلى مرايا أكبر حتى تتمكن العدسة من جمع المزيد من الضوء. في تشيلي يقومون بالفعل ببناء التلسكوب الكبير للغاية بمرآة أساسية يبلغ قطرها 40 مترا، ولكن هناك شيء أفضل، عدسات يبلغ قطرها آلاف الكيلومترات ولا تحتاج حتى إلى أن تبنى، لأنها نجوم وثقوب سوداء ومجرات أخرى. ضوء جسم بعيد يدخل المجرة بين الجسم وتلسكوبنا يشوه الشكل الحقيقي لمصدر ذلك الضوء. العدسة العادية تفعل الشيء نفسه، يضربها الضوء ويتشوه ويبدو الجسم الموجود خلف العدسة أكبر بكثير. والمصفوفة الكبيرة جدا في نيو مكسيكو اكتشفت ما يصل إلى 22 من عدسات الجاذبية المحتملة هذه، واحدا منهم هو الكوكب المسمى أوغلي 2005 بالجي 390 LB. بمساعدتها وجد العلماء الكوكب وأطلقوا عليه اسم هوث بشكل غير رسمي من جراء تشابهه مع الكوكب الصخري البارد من حرب النجوم. لكن العلماء شاهدوا الفيلم وقتا أقل بكثير مما كانوا يقضونه في مشاهدة مقطع المخرج للفيلم، ذلك لأن النجم الذي لعب دور العدسة ابتعد في مكان ما وانكسر محور عدسة الأرض والكواكب الخارجية. يحتاج العلماء إلى الجسم والأرض والعدسة ليصطفوا، لكن لسوء الحظ هذه اللحظة لا تدوم إلى الأبد. لكن ماذا لو استخدمنا الشمس كعدسة؟ كما هو الحال مع أي كاميرا، للحصول على لقطة قريبة نحتاج إلى الابتعاد وإنشاء طول بؤر أطول. ينحني شعاع الضوء القادم من أي مجرة أو كوكب خارجي نريد مشاهدته حول الشمس من جميع جوانبه، كما لو كانت محاطة بحلقة لرؤيتها بوضوح. نحتاج إلى أن نكون على مسافة أكبر من كوكبنا. يدعي العلماء أن الحد الأدنى للبعد البؤري هو 550 وحدة فلكية، أي 14 مرة أبعد من بلوتو، لكن لا يتعين على علماء الفلك الذهاب إلى هناك. يمكننا فقط إرسال تلسكوب صغير إلى الفضاء مثل هابل مثلا. ستستغرق هذه المهمة بعض الوقت، لأن فويجر 1 التي تم إرسالها عام 1977 سافرت فقط 135 وحدة فلكية في 40 سنة. لن يعيش العلماء الذين سيطلقون التلسكوب في الفضاء ليروا النتائج الأولى. هناك عقبة أخرى، وهي أن الشمس شديدة السطوع. إنه يشبه التقاط صورة شخصية في المرآة باستخدام الفلاش، لذلك من الضروري التفكير في كيفية التعتيم عليه. ولكن هناك ميزة إضافية ضخمة، إذا تحركت العدسة أو الكائن المرصود وسقط خارج الخط الذي نحتاجه فسنقوم فقط بتحريك التلسكوب إلى المكان المطلوب. لكن انتظر، من أجل تدوير مثل هذا التلسكوب بدرجة واحدة يجب أن تسافر المركبة الفضائية 10 وحدات فلكية، أي المسافة من الأرض إلى زحل. نعم، سيكلف عدة أجيال من علماء الفلك الكثير من الجهد والوقت، لكن على الأقل ستكون لدينا فرصة لمعرفة ما إذا كانت الكواكب الأخرى بها حياة. وإن صح هذا فيمكن أن يراقبونا. وفقا للعلماء فإن المنطقة الواعدة في الفضاء حيث يمكن العثور على الحياة تعتبر الآن بالقرب من النجم ترابيست. من المفترض أن الأماكن التي تم وضع علامة عليها باللون الأخضر في الصورة
تحتوي على درجة الحرارة المناسبة لوجود ماء سائل على سطحه، وبالتالي قد تكون مناطق صالحة للسكن. كان العلماء شديدو الدقة عند مراقبة الكوكب الذي يسمى ترابيست 1A، درسوه باستخدام تلسكوب هابل الفضائي في الطيف فوق البنفسجي، واقترحوا أن الكوكب قد يكون له كثافة شبيهة بالأرض، كما أنه باردا بدرجة كافية حتى يتراكم الماء السائل على سطحه، ولكن ليس باردا جدا بحيث لا يتجمد الماء. من الممكن تماما أنه باستخدام التلسكوب المجهز بعدسة شمسية يمكننا حرفيا مشاهدة القارات والتضاريس والمناظر الطبيعية لكوكب خارج المجموعة الشمسية. من يدري، ربما يساعدنا التكبير والتصغير الجيد في مشاهدة المزيد. الآن حان وقت الاعترافات، ما الذي تودون مشاهدته من خلال تلسكوب شديد التحمل مع الشمس بدلا من العدسة؟ راتبك الضئيل احتمال اكتسب نظرة ثاقبة في NFT أخيرا. أطلق النار بعيدا في التعليقات.